بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله إحنا هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا هيغير جذريا في الطب. وفي الموضوع هو إن في كتاب ظهر في أمريكا لشخص اسمه ديف أسبري. الشخص ده يعني ألف كتاب اسمه سوبر هيومن، قال فيه بالضبط كده إن ممكن العمر يرجع الشباب تاني، أو ممكن يعيش الإنسان طول العمر. يعني بيقول to age backwards and maybe even live forever. وعشان الكلام اللي هو قاله ده بقى بيست سيلر في نيويورك تايمز. بيست سيلر يعني اعلى مبيعات على مستوى امريكا كلها، وعمل ضجة كبيرة جدا في امريكا. طب واحنا مالنا؟ احنا عندنا براءة اختراع امريكية زي ما احنا شايفين كده. هذه البراءة قايلين فيها يعني تقريبا نفس الكلام او كلام ازيد، وهنقول المقارنه اللي بيننا وبين اللي عمله ديف أسبري. اللي عمله ان هو ايه، كان عنده مشاكل كتيره في المفاصل، وكان عنده سمنه يعني وحاول يتخلص بيها بالطرق العاديه ما ينفعش، فعمل عمليه معينه ان هو ايه. هنتكلم النهارده عن موضوع الدهون الحشويه. فهو جه خد من نخاع العظم خلايا حوالي نص لتر، يعني نص لتر من نخاع العظم استخلصه. طبعا دكاترة عملوها له عملية جراحية، وهذا النص لتر فصلوا الخلايا الجذعية بتاعته، وبعدين حقنوها تقريبا في كل حتة في جسم من جسمه، في الركب، في المفاصل، في الظهر، في كل أماكن اللي كانت بتوجعه حقنوها. في الحالة دي الشخص ده تغير تماما، وده اللي كاتبه في كتاب، تغير تماما وأصبح شباب مرة أخرى، وكل ما كان يشتكي منه اختفى. طيب احنا ايه علاقتنا بهذا؟ برضو تاني علاقتنا ان احنا عندنا براءة اختراع، بس اتكلمنا عن الخلايا الجذعية وليست من نخاع العظم. الخلايا الجذعية من الدهون الحشوية في براءة اختراع بتاعتهم، زي ما هنشوف الحين ايه هي الدهون الحشوية وازاي بتحصل. زي ما شفنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البراءة الاختراع بتاعتنا هي زي ما وريناها دلوقتي، ورقمها 95795520. طبعا اللي اسمها الفار انفراريد is the only solution for the treatment of all metabolic syndrome X via its effect on the visceral fat. يعني هي ايه؟ fat radiation by laser. طبعا ده يعتبر orthopedic paradox. الموضوع بتاعنا براءة الاختراع بدأت منين؟ من العظم، العظام. لو تصورنا ان هي هذه العظمة، انا عشان احصل على براءة تخيلت، تصورت ان العظمة طبعا فيها في النص هنا هو في دهون وفي دورة دموية. ببساطة كده الدورة الدموية بتاعت العظام حوالي 10% من الدورة الدموية لجسم الانسان. يعني العظام كلها بتشكل حوالي 10% من الدورة الدموية. طيب لو عرفنا ان القلب، يعني القلب اللي هو قد كفة الايد، بياخد حوالي 20% من الدورة الدموية بتاعة الجسم، يبقى إذن العظام تعتبر الدورة الدموية ليها قليلة. طب ده وصلنا لإيه؟ وصلنا لحاجة اسمها البيوميكانيكال ترياد، اللي هو البيزيو إلكتريسيتي والمايكرو فليكسبيليتي والفانشن كولاج. هنتكلم على الأشياء اللي هي بالتفصيل. إن العظم ليه بيزيو إلكتريسيتي، يعني ليه أما يضغط عليه ميكانيكالي، يعني بضغط ميكانيكي بتحول هذا لفرق جهد، هذا الفرق جهد قابل على بناء العظام. الشيء الثاني هو ان المايكرو فليكسبيليتي، والمايكرو فليكسبيليتي ده عبارة عن ايه؟ ان في معامل مرونة حوالي 3% من الملي ان العظمة بتتنى، وهذا المرونة هي اللي بتخلي العظمة بتكسرش، مش زيادة الكثافة زي ما كانوا بيعتقدوا. الحاجة الثالثة الفانشنال كولاجين، قلنا الكولاجين اللي في العظام هو المقاول لبناء العظام. فكل الحاجات دي حطناها جنب بعض، وهنشوف الوقت ايه علاقة العظام بالدهون الحشوية اللي هو الدهون اللي احنا اتكلمنا عليها في بداية المحاضرة. العظام لو خدنا فيها مقطع كده هنلاقي ايه، عبارة عن دوائر وبترتب فيها الايه، الخلايا العظمية. يعني دوائر 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 وبترتب فيها، وفي نص الدائرة بيبقى فيه شريان ماشي، وفي نص العظمة بيبقى فيه الدهون. دي دهون اللي ديف أسبري خد منها، دي الدهون اللي هو البون مارو او الدهون اللي خد منها الخلايا الجذعية وحقنها في كل حتة في جسمه. احنا قلنا لا،
مش ما ناخدش هذه الدهون، احنا ناخد الدهون الحشوية اللي داخل الأحشاء. ليه؟ لأنها غنية جدا بالخلايا الجذعية زي دي، وفي نفس الوقت هذه الدهون اللي هي الدهون الحشوية بتسبب لنا الأمراض اللي هي الإيه؟ الأمراض المزمنة والمستعصية في السن الكبير، اللي هو بيسموها ميتابوليك ديزيز، من مقاومة أنسولين أو سكر نوع تاني طبعا، أو بيزيد بعد كده بالزهايمر اللي بيسموه دايابيتس تايب 3، يعني الألزهايمر يعتبر سكر نوع 3، بعد كده الهشاشة، الاحتكاك المفاصل، كل ده ناتج عن الدهون الدهون اللي حشوية اللي في جسم الإنسان. الدهون الحشوية يعني إيه؟ زي ما نشوف كده، بس قبل ما نشوف نتطرق للدهون الحشوية نشوف ترتب خلايا العظام إزاي. دي مهمة أوي النقطة دي. أما أنا كده أفحص خلية العظم شفت فيها حاجة غريبة أوي، إن إيه بتقسم لقسمين، قسمين، قسم الزوائد بتاعته هي بتبقى لها زوائد كتير، حوالي فوق ال 120 زائدة. ففي ناحية الزوائد بتبقى رفيعة خالص اللي هي ناحية الدورة الدموية، وفي زوائد بيبقى أتخن ناحية الإيه العظم. يبقى ناحية الدورة الدموية بتبقى زوائد رفيعة، وناحية العظم بتبقى الزوائد كثيرة تخينة، وبيبقى ناحية العظم وناحية الإيه الكولاجين اللي إحنا اتكلمنا عليه. لقيت هنا في نقطة مهمة جدا، وهي إن الكوليسترول بيركز في الحتة اللي هي ناحية العظم. فدي كانت عملت انتباهنا إن الكوليسترول مهم لان وظيفه العظم تبقى كويسه، يعني الكوليسترول مش وحش زي ما هم بيقولوا، لا، في ليه مهمه هنتكلم عليها بعدين. طيب الدهون الحشويه زي ما احنا شايفين كده، ده اللي هو الايه الستيم سيل، الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه قدامها طريقين، طريق انها تحول عن طريق جين اسمه الرونكس، ده قلب الدنيا في العشر سنين اللي فاتوا، رونكس رانت ريليت ترانسكريبشن فاكتور، مش مهم الاسم، ولكن هذا الرونكس لو الخليه الجذعيه بتاثير تنشيط الرونكس بتدي اوستيوبلاست، يعني تدي خلايا بنيه للعظام. ولو الخليه اللي هي الجذعيه تحت تاثير جين تاني اسمه زينك فينجر بروتين يدي لنا دهون، ينشط خلايا اكله العظام ويدي لنا دهون. فاذا الخلية الجذعية قدامها حاجتين، يا اما تبني عظام يا اما تبني دهون على حسب الجين هون اللي ينشط. ده طبعا خلانا نفكر جدا، ادي الرونكس اهو، لو تصورنا ان هو دي ان ايه، وده هو الرونكس اللي هو الجين اللي اسمه الرونكس، وده الجين اللي اسمه زينك فينجر بروتين. زينك الرونكس على فكرة جين معقد شوية اهو، بيبقى ايه معظمه الفا بس في حتت بيتا صغيرة، ولكن هنا اهو الزينك فينجر زي ما احنا شايفين كده اهو، بيبقى ايه اتنين بيتا، واحدة بيتا اهي، واحدة بيتا تانية، وواحدة الفا، وفيهم ذرة زنك في النص كده، عشان كده بيسموه زنك فينجر بروتين. الزنك فينجر بروتين ده هو لو نشط قلنا بيعمل دهون. فيتامين د بيقع كحائط صد بين الزنك فينجر والدي ان ايه، يعني بيمنع الزنك فينجر انه يشتغل، عشان كده فيتامين د لما بينقص ده بيفسر لنا، وده كاتبينه في البراءة بالتفصيل، ازاي فيتامين د اذا نقص بتحصل السمنه. لسه موضوعنا ما بدأناش فيه. طبعا الصوره دي موضحه شويه عن الصوره اللي فاتت، دي الخليه الجذعيه، وطريق الرونكس يعمل لنا عظام جديده، وبطريق الايه الزنك فينجر يعمل لنا دهون، يعني ايه يبني دهون، لان كده يبني دهون كده يبني ايه عظام. وده الدي ان ايه اهو، وفي الناحيتين، في ناحيه فيها رونكس وفي ناحيه اسمها زنك فينجر، ده التفصيل اللي فات. طيب الدهون الحشويه هي بقى اللي احنا بنتكلم عليها في براءه الاختراع بتاعنا، مش النخاع العظم اللي عمله ديفيد اسبر اللي اتكلمنا عليه في اول المحاضره. الدهون الحشويه هي ايه؟ في ده الدهون الحشويه هي لو تصورنا بطن، ده بطن مريض، والاحشاء اللي هي الكبد والامعاء، ودي طبعا عضلات البطن اللي احنا بنشاور عليها دي. في بره عضلات البطن في دهون اسمها سبكوتينيوس فات، اللي هي الدهون اللي بتتشال لما دكتور التجميل بيروح يعمل لايبوسكشن، يعني يشيل الدهون، بيبقى بيشيلها من هنا، ما بيشيلش الحشويه اللي هي في جوه العضلات، لا، اللي بره العضلات هو اللي بيشيلها، بيفتح الجلد بس ويشيل الدهون دي. وطبعا الدهون دي
اللي هي الفيس سبكوتينس ده انارت، ملهاش اي يعني ما بتعملش اي ضرر تقريبا، ما فيش منها اي ضرر. فان الجراح التجميل او الجراحه العامه يشيلها، ده اما حاجه من اتنين، معلش هو اما انه مش فاهم، او انه يعني يعتبر يعني كمجرم او حاجه زي كده، ان هو عارف ان هذه، لو فاهم ان هذه الدهون لا تضر المريض ابدا، وبيضطر وبيشيلها للمريض عشان يتحسن او عشان او عشان. المشكله كلها في الدهون ده اللي داخل، ودي لا تتشال ابدا. يعني ليه؟ لانها حشويه. حشويه يعني ايه؟ يعني دهون داخل الكبد، هيشيلها ازاي؟ يفتح الكبد ويشيله؟ دهون داخل الامعاء، دهون في جدار الامعاء، ما فيش واحد بيقول له تعالى ماشي لك الدهون اللي في جدار الامعاء او على غشاء الامعاء او في الكبد، نفتح الكبد ونشيل منه الدهون، او نشيل الدهون اللي في الكلى، او نشيل الدهون. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده، يعني ما فيش دهون حشويه بتتشال، هي دي اللي بتضخ سموم وتعمل الميتابوليك ديزيز. طب الدهون الحشويه، مش الدهون اللي هي السبكيوتينيوس اللي هي تحت الجلد، تحت الجلد دي ما فيش فيها مشكله، ودي اللي بتزيد جدا، دي لا بتبقى داخل الاعضاء الاحشاء، ودي بتضخ مواد سامة اسمها تيومر نكروز فاكتور، دي اللي بتعمل لنا المفاصل والالزهايمر والباركنسونيان والشريان التاجي و و و. فدي انا فكرت فيها ان احنا نخش في بابره زي ما احنا هنشوف دلوقتي، ونشيل هذه الدهون الحشويه عن طريق، مش بقى نشيلها لا، نسلط عليها فرق انفراد ليزر. هذا الفرق انفراد ليزر خلاها تنكمش، وفي نفس الوقت نشط الخلايا الجذعيه، لان دي مليانه خلايا جذعيه، هذه الدهون مليانه خلايا جذعيه. هذه الخلايا الجذعيه زي اللي ديف اسبري في اول المحاضره قلنا، اللي ديف اسبري بيروح ايه يستخدم الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه اللي هنا خلايا جوفونايل، يعني خلايا تبني اي نسيج، مش زي الخلايا الجذعيه اللي ادلت اللي ما تبنيش الا نسيج واحد. يعني مثلا الخلايا الجذعيه اللي في القلب تبني قلب بس، الخلايا الجذعيه اللي في الكلى تبني كلى بس، الخلايا الجذعيه اللي في الرئه تبني رئه بس. اما الخلايا الجذعيه بتاعت العظام او بتاعت الدهون الحشويه فانها تبني اي نسيج في جسم الانسان. طيب هنا الصوره دي بتورينا ايه؟ الدهون الحشويه اللي احنا شاورنا عليها الحين هي اسباب ايه؟ الشريان التاجي والتهابات للاوتار والاوتو اميون ديزيز اللي هو امراض المناعه الذاتيه والالزهايمر والاوستيو ارثر تاكل المفاصل وهشاشه العظام، كل ده جاي من الدهون الحشويه عشانها بتضخ ماده سامه قلنا اسمها تيومر نكروز فاكتور، وهذا اللي احنا بنقول عليه الحين. هنعمل مقارنه بسيطه بين الايه الاسباب الدهون الحشويه والدهون اللي تحت الجلد. بنقول ان الدهون الحشويه غالبا بتكون بسبب الفركتوز اللي هو السكر اللي بيبقى معسل قوي، اللي هو موجود في عسل النحل وموجود في السكر الابيض، وموجود يعني السكر اللي بيبقى عسل قوي بيبقى فيه فركتوز، لان الفركتوز مسكر مرتين عن الجلوكوز. الجلوكوز يعني الفركتوز بيضرب الكبد اساسا، الجلوكوز بيضرب الجسم كله، فعشان كده ده يعمل حاجه اسمها سنترال اوباسيتي، يعني الاوباسيتي بتبقى في وسط جسم الانسان، اللي تلاقيه انسان ماشي وسمين والسمنه ايه مركزيه في البطن بس، كانه حامل كده، الراجل تلاقيه ماشي كانه حامل، ده سنترال اوباسيتي. هذا بسبب الفرق، يبقى تعرف ان ده بياكل حلويات كتير وسببه الفركتوز. الجلوكوز بيعمل اوباسيتي عموما، الجلوكوز اللي هو في النشا اللي هي بتبقى ايه مش حاليه قوي، زي العيش والرز والمكرونه البطاطس، دي بتبقى عباره عن نشا، والنشا اللي بتكسر ويدي جلوكوز. الجلوكوز يعمل سمنه عامه في الجسم، غالبا ما بتعملش في الكبد مشاكل كتيره زي الفركتوز. دي بتعمل دهون حشويه اساسا، دهون تحت الجلد يعني، دي انما في الفركتوز بعمل دهون حشويه سنترال اوباسيتي، دي بتطلع يعني مواد سامه بعد كده بتضرب الجسم كله في المفاصل في الالزهايمر في بسبب الدهون الحشويه دي. طيب هل ممكن الدهون دي تتشال؟ بالنسبه للدهون الحشويه ما تتشالش، ما فيش حد بيفتح الكبد ويشيل منه الدهون، انما الدهون اللي تحت الجلد ممكن تتشال باللايبوسكشن او بالايه بالشفط الدهون، عمليه شفط الدهون. طيب العلاج بتاع السنترال اوباسيتي او الدهون الحشويه دي، اهم حاجه هو نمتنع عن اكل السكر تماما، بعد كده بنعمل صيام لفترات طويله، وبعدين اهم حاجه بقى البراءه الاختراع بتاعتنا اللي هي ايه، البراءة اللي هي حصلنا عليها، ده النموذج بتاعها زي ما بنتكلم عليه الحين. البراءة دي ان احنا ايه بنصفي الدهون الحشوية دي بان احنا نحط ابرة
الابره دي فيها فار انفراريد، الفار الانفراريد دي ما كانش حد عارف يدخلها خالص لانها بتخش 2 مللي بس، ولكن اذا اخترقنا الجلد بتخش المسافات طويله وممكن توصل للدهون الحشويه وتعمل لنا ايه؟ تصفي لنا هذه الدهون وتستخدم كمصدر للطاقه. طيب بعد كده اللي هو الايه؟ بالنسبه للعلاج بتاع الدهون اللي تحت الجلد، لا ده ممكن تتشال بالجراحه، ولكن المفروض ان الجراح ما يشيلهاش لانها مش بتاثر، ما بيعملش مواد سامه اللي هو تيومر نكروز فاكتور، ما بيطلعش الا من الدهون الحشويه. طيب هنا هنشوف الدهون الحشويه دي بتعمل التهابات في جسم الانسان كله ازاي. اولا دي الخلايا، لو تصورنا اللي هي الخلايا الدهنيه في الخلايا في الدهون الحشويه بتطلع تيومر نكروز فاكتور، بيطلع لنا بعد كده حاجه اسمها ان اف كي بي، دي ماده التهابيه جدا كتيره قوي بتروح للخلايا الالتهابيه في جسم الانسان اللي هي اسمها بيتا ليمفوسايت. بيبقى قدامها جناحين، جناح يدي حاجه اسمها رانك ال، الرانك ال ده اهو بينشط الخلايا الاكله للعظام ويحصل هشاشه، ده في الجناح الايه الايسر. ده الجناح الايمن ده اهو بيطلع لنا حاجه اسمها تيومر نكروز فاكتور انترلوكون اي كام اي اي بي، المهم دي مواد التهابيه كتيره. دي اللي سبب ايه؟ بتعمل الزهايمر، باركنسونيان، شريان تاجي، كل المشاكل بتاعت الدهون الحشويه في جسم الانسان كله بما فيهم احتكاك المفاصل جاء بسبب المواد التهابيه دي. ففي جناحين اهو بسبب الدهون الحشويه. طبعا ده التفسير بتاعها ازاي الدهون الحشويه وصلت لنا يا اما الهشاشه يا اما الايه؟ الالتهابات في جسم الانسان كله. طيب يعني الدهون الحشويه ده برضه ده بيوضحها اكتر. الدهون الحشويه اهي بنسميها ايه؟ سميتها هنا في البراءه الفيسرال فات رياد. يا اما في الناحيه دي يعمل ايه؟ هشاشه، يا اما في الناحيه دي يعمل لنا ايه؟ كل مشاكل الامراض المزمنه والمستعصيه اللي هو الزهايمر او شريان تاجي او التهابات تاكل في المفاصل او سكر نوع ثاني او حتى مقاومه الانسولين، كل الكلام ده. طب البراءه بتاعتنا كانت ازاي؟ لو تصورنا ان هو بطن مريض نايم على ظهره، ودي البطن اهو، بنخش بالابره، الابره بتاعتنا براءه الاختراع بتاعنا اللي هو ده اهو ماشي، اللي موجود في البراءه ده اهي بالرقم اللي احنا قلناه في الاول ماشي. اللي حاصل بنخش بالابره ده اهي، لازم نعدي الجلد، فايه؟ نخترق الجلد. طبعا ده اهي قلنا ده اهي دهون تحت الجلد ما بتعملش حاجه ولو انها بتبقى سميكه جدا، فاحنا لازم نعديها كلها، نوصل لقرب العضلات. ساعه ما وصلنا للعضلات نفتح الجهاز، ساعه ما يتفتح الجهاز طبعا الايه الليزر بيخترق الماده دي وبيوصل للدهون الحشويه اللي هي الماده ده. ساعه ما يوصل لهذه الدهون الحشويه بيعمل فيها ايه؟ بتنكمش وتضخ الماده الدهنيه اللي فيها، وبيبقى فاتي اسيد الجسم الانسان. جسم الانسان لو تشوف اي واحد سمين تقول يقول لك انا بجوع، بتجوع ليه وانت عندك دهن كتير؟ لان جسم الانسان بسبب الانسولين العالي اللي في جسمه ده اللي قلناه في البراءه بالظبط، الانسولين مخبي الدهون عن ان الجسم الانسان يستخدمها، يعني يقول له لا اوعى تستخدم الدهون. طيب في حاله الليزر اللي احنا بنستخدمه ده اهو، جسم الانسان يستطيع رؤيه هذه الدهون فيقدر يستخدمها، يعني يقدر يستخدم هذه الدهون. حاجه ثانيه، حته اللي هي النقط السوداء ده هي دي الخلايا الجذعيه اللي هو زي ما قلنا في اول محاضره ديف اسبري قال ان هو نزعها من النخاع العظم. لا احنا عندنا هنا خلايا جذعيه اهي، وخلايا جذعيه جنينيه تستطيع انها تدور في جسم الانسان وتشوف اي حته اي نسيج مهتك ترممه، تروح المفاصل ترممها، تروح للالزهايمر تصلحه، تروح للشريان تاجي تصلحه، يعني تلف على جسم الانسان وهي بتلف تشوف اي حاجه ترممها. طبعا ده ميكروسكوب الكتروني بيقول ان في ايه، لما بتتعرض الخلايا الدهنيه للانفراريد ليزر بتفتح حاجه اسمها فاتي شانل، بتتفتح كده، وساعه ما يتفتح الفاتي شانل بيطلع منها الايه الدهون تطلع لجسم الانسان، وجسم الانسان يستطيع ان رؤيه هذه الدهون ويبدا يستخدمها. طبعا دي ميكروسكوب الكتروني بيبين لنا بالظبط الخلايا الدهنيه مليانه دهن ازاي. دي ساعه ما تتعرض لليزر لمده 5 دقائق، دي بعد ما تتعرض لليزر لمده 20 دقيقه بتلاقي تقريبا الخلايا الدهنيه فضت كل اللي فيها، يعني خلاص بقت فاضيه تقريبا تماما. طبعا ده بروتوتايب اللي عملناه في جامعه
الجونكون ونشرناه وعملنا عليه كذا بيبر على هذا الموضوع. وطبعا اهم من البيبر واهم من كل ده هي براءة الاختراع، وبراءة الاختراع دي اعلى شهادة في العالم طبعا زي ما احنا عارفين. فهو ايه عملنا عليه كذا بيبر، اتعمل عليه دراسة في جامعة الجونكون، دراسة زي ما احنا شايفين كده بنقول اهم نقاط هنتكلم عليها النهاردة هو ان الخلايا الجذعية الجنينية موجودة في حتتين، موجودة في نخاع العظام زي ما ديف اسبري عمل، وعمل عملية كبيرة يعني اللي عاوز يرجع شباب زي ما هو قال بيضطر انه يعمل عملية كبيرة ان هو ياخد نص لتر من نخاع العظام ويفصل منه الخلايا الجذعية ويبدأ يحقنها تاني في جسم في كل حتة في جسمه مرة اخرى، او يستخدم زينا كده اهو البراءة اللي احنا عملناها، ابرة بس بتروح انف البطن مدة 20 دقيقة، الابرة دي اهي بتصفي بتعمل حاجتين، تصفي الخلايا الدهنية وفي نفس الوقت تنشط الخلايا الجذعية. يبقى استفدنا ان احنا شلنا الخلايا اللي هي الدهنية اللي هي عاملة لنا مشاكل، ما عادتش تطلع لنا المواد التهابية اللي بتطلعها، وفي نفس الوقت نشطنا الخلايا الجذعية اللي هي تمر في جسم الانسان كله وتبني لنا الجسم مرة اخرى. طيب اللي بعد كده ان هو ايه المهم جدا ان دهون تحت الجلد المفروض لما نروح لجراح خاصة جراح التجميل ويقول لك هشيل لك الدهون دي عشان انت ترتاح منها واو، هذا دكتور المفروض انك ما تروحلوش مرة تانية، لان انت لازم تقول له ان الخلايا ان الدهون اللي تحت الجلد دي ما هي ذات تأثير ميتابوليك، يعني ما بتعمل لناش تسمم، مش سبب الالزهايمر، مش سبب الشريان التاجي. الحاجة اللي بعد كده اللي هو ايه الفيسرال فات اللي هو الدهون الحشوية دي ما بتروحش غير يا اما بالصيام الطويل لفترات طويلة ومنع النشويات تماما، وافضل من دولة اللي هو الايه براءة الاختراع بتاعتنا. ماشي. طيب بعد كده بنتكلم على ان احنا بنقول ايه طبعا الموضوع ده هو يعني ان شاء الله هيغير كتير في الطب، هيغير في ان احنا امراض كتيرة اللي هي امراض الشريان التاجي، امراض الالزهايمر، الامراض دي ان شاء الله ممكن تنتهي تماما يعني بان والمفاصل والاحتكاك والهشاشة زي ما احنا قلنا فيه الدهون الحشوية بتعمل ايه لها جناحين، جناح للهشاشة وده كان شغلنا اصلا وعليك اللي عندنا فيه كذا براءة اختراع، والجناح التاني بيطلع مواد التهابية تضرب لنا المفاصل، تضرب لنا الاوتار، الشريان التاجي، الالزهايمر، الباركنسونيان، كل الامراض دي ممكن القضاء عليها فقط ان احنا نمتنع عن النشا تماما. النشا هو الرز والعيش والمكرونة وطبعا الحلويات عشان الفركتوز اللي بيضرب الكبد وبيعمل لنا تشحم في الكبد، الفركتوز الحاجات الحالية اللي لما ناكلها كده تبقى فيها حاجة حالية مش زي الرز نشا بس الحاجات الحالية هي اللي بيبقى فيها فركتوز. وبعد كده الصيام نعمة من ربنا ادهلنا. واخر حاجة واهم حاجة هي ايه الاختراع بتاعنا اللي هو ان شاء الله هيبقى قريبا متواجد لكل الناس عشان نتخلص من هذه الكمية الكبيرة من الامراض المزمنة والمستعصية في خاصة في كبار السن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.